مش انتوا امتى رايحين؟ اليوم. شو؟ الحقني يا عفيفة، الحقني. تفضلوا، خليني افرجيكم الصالون من هون. فاكرين بكل شيء؟ ايه مش ناقصه شيء البيت. عم نشتري بيت مفروش كرمال هيك، كرمال ما تعبي حالك. على فكرة كل شيء بالبيت جديد، ما حدا مستعمله، انتو حتكونوا أول ناس، ومثل ما قالت المدام، البيت ما ناقصه شيء، فيكن دغري تجيبوا أغراضكم ودغري تسكنوا بالبيت. مش معقول شو حلو ومزبق. هيدا رأيي. أول ما شفت الصور قلت رح يعجبك. مسيو فارس، انتو اتفقوا بين بعضكم وأنا هلأ بجي. أوكي. ميرسي. ألو. حياتك؟ هلا أنا عم فكر صح؟ يعني أنا رح صير أقدر أطبخ لك بهيدا المطبخ؟ لا عم تفكري غلط. ليش ما فهمت؟ لحد ما تولدي ما رح تعملي شيء. بعدها فيك تطبخي لي فوارغ، محاشي، ملوخيه. والله شو؟ انت ماكسيموم بيطلع لك اومليت. ماكسيموم اومليت؟ مع بصل؟ اذا هيك لا بطاطا مقليه، زيك هيك. حياتي عن جد هلا عم بركز انه هيدا البيت النا، كل الوقت كنت عم ركز على السبب ليش بدك تفل من القصر. حياتي لحظه. لحظه عن جد. ركز معي شوي. شو؟ هلا انا من هلا ورايح بس فوت واظهر من البيت، ما حدا رح يسالني ولا سؤال؟ ما حدا رح يتحشر بشي؟ حياتي من هلا ورايح حماتي ما بقى رح تبهدلني 100 مره باليوم، وما بقى رح اعتل هم اذا حدا اجى لعندي كل الوقت لازم نكون قاعدين رسميات وكل الوقت عم بمثل. سوريا ما اسالك عن جد. ليه عن جد؟ برايفسي، حريه، عم تتخيل؟ ايه حريه. حياتي اوكي هلا بالقصر اكيد كان في اشياء حلوه، يعني ما في اظلم القصر، بس هيدا بيتنا انا وياك لحالنا. شو حلوه بنتي محمسه عن جد. طلعي بوجهك اعملي هيك. ايه شو حلوه. ما تفكر انه رح تقدر تلهيني انه اعرف السبب ليش تركت القصر. السبب هو انت واللي بطنك. صراحة فاجأني كتير، ما كنت بتخيل إنه فارس ممكن يبعد عن أمه. أوف، هيك بلحظة واحدة محاها وطلع منها. ما بعرف إذا هيدا السبب الوحيد دي. عارف قبل بيوم إنه أمه إجت لعندك، تاني نهار بيقرر يترك القصر ويفل هو ومرته عبيت تاني. شو هو اللي ما بنعرفه رنا؟ واضحة أنت السبب. بعدين لو ما كنت أنت وأمير بالقصة كان راح قاعد ببيروت، ما كان باقي بجبال حتى. شو قاله بجبال؟ بس فرح، أنا ما قلت له شو حكينا أنا وأمه، ما جبت له سيرة. ما بعرف إذا هيدا الشيء اللي خليه ياخد هيك قرار.